أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. تاني حلقة عندنا النهاردة من الحاجات الأساسيات برضو بتاعت رمضان اللي احنا بنحتاجها بكميات كبيرة، هي قشطة الحلويات. قشطة الحلويات بتبقى مختلفة عن القشطة اللي احنا بنشتريها من اللبان اللي هي بتتحط على الرز بلبن والحاجات دي. قشطة الحلويات بتبقى معمولة بطريقة مختلفة، بس برضو بيبقى فيها قشطة، يعني عشان ايه محدش يختلط عليه الأمر. قشطة الحلويات دي احنا ممكن نعمل منها كمية ونشيلها في الفريزر، بس تكون في علبة محكمة ما يدخلهاش أي هواء، وتكون علبة بلاستيك ونشيلها، والمدة بتاعتها ما تكملش أكتر من 5 أيام، يعني ما ينفعش تشيلها في الفريزر ايه فترة طويلة. فانت ممكن تعملي منها كمية على اساس مثلا ان انت لو هتعملي كنافة، قطايف بالقشطة، الحاجات اللي بتدخلها قشطة مثلا في الايام اللي انت هتعمليها في الاسبوع ده كله، لو انت منظمة ان انت تعملي حلويات كتير فيها قشطة، فانت تعملي الكمية دي وتشيليها عندك. احنا هنا عاملة لكم كمية علشان الاسبوع ده هنشتغل بحاجات فيها قشطة وكده، فانا هعمل كمية واشيلها عشان يسهل عليا الموضوع. عندي هنا 2 لتر من اللبن كامل الدسم، وهنا عندي 1.5 كوباية من السكر. السكر الحلاوة ترجع لك انتي، لو بتحبي القشطة مسكرة قوي زودي نسبة السكر، بتحبيها معتدلة خليه 1.5 كوباية، هيبقى حلو مش وحش. والسكر ده انا عاملاه هنا بطعم الفانيليا، والسكر بطعم الفانيليا هبقى اعمل لكم حلقة خاصة عنه، عن ازاي ان احنا نطعم السكر عندنا. ده بيبقى سكر محطوط له يعني كمية من السكر محطوط لها كمية محددة من الفانيليا، وبنقلبها على بعض او بننقع اعواد الفانيليا في قلب السكر عشان ننكهه. ده سكر بالفانيليا 1.5 كوباية. وعندي هنا علبة من القشطة، العلبة دي حوالي 400 جرام على 2 لتر لبن. وعندي هنا 8 معالق كبيرة من النشا. الطريقة بقى بتاعت القشطة، اول حاجة بنجيب النشا ده ونحطه على اللبن بالراحة كده، وكل ده على البارد قبل ما يترفع على النار. هنحط النشا كده وهنقلب، نقلب كويس بحيث ما يبقاش فيه كتل في النشا. تأكدي ان النشا كله داب. كده احنا دوبنا اللبن بالنشا. الفكره كلها في القشطه سهله جدا، احنا هنعمل مهلبيه، المهلبيه العاديه خالص اللي احنا كلنا عارفينها، هنعمل مهلبيه احنا هنعملها لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، مهلبيه وهنحط عليها القشطه. انا دلوقتي قلبت النشا على اللبن، هحطه على النار مع السكر وفانيليا لحد ما تغلي وقوامها يلف، هرفعها من على النار وهحط عليها القشطه واقلب واوريكم هتبقى عامله ازاي. هنا اهو بعد ما حطيتها على النار بقت مهلبيه اهي زي ما انتم شايفين بالقوام ده كده. هنجيب بقى بعد ما نصحى من على النار هنجيب القشطه ونحطها عليها بالشكل ده كده. القشطه بقى حطيناها وهنقلب كده بالراحه لحد ما القشطه تتجانس مع المهلبيه كده. نجيب من تحت لفوق بالراحه كده، طبعا ريحتها كده بقت قشطه على طول، يعني هي كده خلاص ما تمتش للمهلبيه باي صله. حتى لونها كمان فتح. دي كل ما تبرد هتتقل تاني اهي، بقت بالقوام ده كده بالشكل ده. دي كده بعد ما تبرد خالص نقدر بقى نستخدمها، وممكن دلوقتي نستخدمها في الكنافة والحلويات بتاعتنا والقطايف وكل الحلويات اللي احنا بنعملها اللي فيها قشطة. ودي كده تعتبر قشطة الحلويات او قشطة الحلواني زي ما بيسموها، تقدري تعمليها بالكمية اللي احنا عاملينها دي وتستخدميها على طول. ودي كانت حلقتنا للنهاردة، اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة.